اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقه جديده من برنامجكم اسرار الحياه. زي ما عودنا حضراتكم كل يوم سبت بيكون معانا ديب بنتعلم سر من اسرار مهنته. حلقتنا النهارده هتدور في اطار التشطيبات والديكورات. زي ما انتم عارفين ان الموضوع ده دخل فيه غش كتير في الخامات وفي الماتيريال. بيبقى نفس الديزاين عندي وعندي غيري، لكن ما بيبقاش بنفس الجوده والمصداقيه اللي بتوصل العميل. كمان ان الموضوع اصبح مفتوح لاي حد ممكن يدخل في المجال ويتقال عليه مهندس وصاحب مهنه وخبره، وهو للاسف بيروح يبوظ الدنيا وبيخلي العميل يشيل ضغط مادي تاني، وان هو بيستعين بشركه تانيه تقوم بنفس اللي هو عمله. طيب عشان كده بدانا نعمل سيرش على مواقع التواصل الاجتماعي عشان نعرف افضل الشركات اللي هي ممكن نجيبها هنا وتتكلم عن شغلها. بصراحه لما جيت عملت سيرش لقيت شركه المصريين للمقاولات والتشطيبات من الشركات المحترمه جدا، ان الفعل العميل يتعامل معاها بكل ثقه وامان، واخده الموضوع حب اكتر ما هي واخداه سبوبه. بمعنى اصح انا مش هاخد منك فلوس وهجري، لا انا هسلم لنفسي قبل ما اسلمك، واي ديفو بطول بعمله. لما صراحة وصلت مع باشمهندس محمد لقيته من الناس اللي ليها خبرة سنين طويلة في المجال، بدأ من الصفر ووصل لغاية لما وصل للمرحلة ديت وقدر ان هو يواجه عمالقة كبيرة في مجال التشطيب والديكور. طيب عايزين نعرف حكاية شركة المصريين ايه؟ معانا ومعاكم النهارده باشمهندس محمد لطفي احمد مدير شركه المصريين للمقاولات والتشطيبات المباني. اهلا وسهلا بحضرتك يا باشمهندس. اهلا بحضرتك يا فندم. نورتنا النهارده في اسرار الحياه. ربنا يخليك. ميرسي. ربنا يخليك. في البدايه تعرفنا بحضرتك اكتر. انا المهندس محمد لطفي، قديم شويه في هندسه، انا متخرج سنه 1975. الخبره اتكونت كده بسرعه، هدي لحضرتك يعني نبذه سريعه. وانا في كليه الهندسه كنت بسافر اثناء الاجازه الصيفيه اوروبا. فكان بيبهرني شكل المباني، الشياكه من جوه ومن بره، والمباني مفروشه ازاي ومعموله ازاي، مختلفه عننا. فبدا الموضوع يشغلني شويه. بعد ما اتخرجت عملت يعني تقدر تقولي مصنع صغير بيصنع الخشب. وتخصصت شويه في شغل الديكورات الداخليه، يعني ما اعملش مثلا اوضه نوم كلاسيكيه ولا اعمل اوضه سفره كلاسيكيه، ترابيزه وكراسي وسفره كده، لا بدات اعمل حاجات زي ما انا كنت بشوفها بقى. وكنت جبت شويه كتالوجات في الاول وكنت بشتغل بالكتالوجات دي. بعد فتره الحمد لله بقى عندنا عملاء كويسين، بس على مستوى شغل الخشب ده. في سنة 84 بقى 85 أسست شركة المقاولات. وأنا والمهندسة زوجتي يعني. وبدأنا نتعامل مع أصعب حاجة اللي هي فئة الصنايعية أو الفنيين زي ما بنسميها هندسيا يعني. الناس دي بتبقى متعودة إن هي عندها خبرة وبتقدر تعرف تشتغل بالفري هاند بتاعها كده، الشغل اليدوي، انما مش متعود تديله رسم ويعمله لك، ولو جيت تفهمه يعني عايز يقول لك ده انا القسطة. للاسف. فدي كانت مشكله كبيره في الاول، ولكن حلناها ان احنا حافظنا على شباب صغير بدا معانا من الصنايعيه في كل المهن، من سباك لنجار لنقاش لكهربائي، كل المهن. وبعدين وصلنا بيهم لمستوى من الحرفيه عالي جدا. والحمد لله في جزء كبير منهم لسه موجود معانا بعد السنين الطويله دي، وجزء مشي، ومهندسين جم اشتغلوا معانا سنين طويله وخدوا خبره معايا كويسه خالص، ومشوا راحوا اسسوا شركات واشتغلوا في السوق. والحمد لله بيشتغلوا زينا، يعني ما بيضحكش على العميل، بيعمل مقايسه مظبوطه. هو خد الخبره خلاص بقى والمصداقيه. خد المصداقيه زي ما حضرتك بتقولي كده بالظبط يعني. فدي كانت البداية والحمد لله لسه مستمرين يعني. الحمد لله ودايما مستمرين يا فندم. في حاجة في البداية أنا بحب أسألها للعميل بتاعي أو الديف بتاعي. ناس كتيرة جدا بدأت تتلخبط ما بين المقايسة والباقة. إحنا الباقات باشمهندس محمد خلينا واقعين كنا بنسمعها عن باقة نت، باقة تليفون، باقة فكمان الباقات دخلت في التشطيب والديكور. فالموضوع ده انا بقى عايزه اعرفه، لاني الناس كتيره الناس بتضحك عليها في موضوع الباقات وتقول لك ده الباقات لا حلوه، الباقات على قد فلوسي. حضرتك بقى ايه تشوف لنا؟ بص حضرتك، احنا عندنا حاجه اسمها المقايسه وحاجه اسمها الباقه. المقايسه دي راي الشركه هو اللي فيها اولا واخيرا. راي العميل هو اولا واخيرا في المقايسه.
انما الباقه ده راي الشركه هو اولا واخيرا، ما يتدخلش فيه العميل. كده قيده. عشان كده قيدت العميل وحطيت له سعر والزمته بيه لما يقول موافق. وده من اخطر ما يمكن. المقايسه ببساطه جدا، لما العميل بيتصل بشركه زي شركتنا ويقول والله انا عندي شقه او عندي فيلا او عندي اي مكان عايز اشطبه تشطيب معقول او تشطيب راقي او فوق الراقي. تمام. بنقول له اول حاجه هنعملها لك احنا هنبعت لك مهندس او مهندسه، بنفضل لو صاحبه الشقه سيده بنبعت لها مهندسه، لو صاحب الشقه مهندس، عشان تاخد راحتها تقول لها كل اللي نفسها فيه. تمام. بترجع رفع المكان كمقاسات وبنبدا نعمل مقايسه. المقايسه دي بيبقى فيها كميات لكل نوعيه بنود، مثلا نقاشه، تركيب بلاط سيراميك، دهانات بتاع ده كهرباء، كل حاجه بالتفصيل، يعني ممكن نوصل ل 50 بند. تمام. كل بند له كميه وله سعر. العميل في الحاله دي احنا بنعمل معاه قاعده كده بيقول لنا هو نفسه في ايه. وبرضه بيبقى على قد فلوسه. واحنا بنصيغ له المقايسه على قد كده. تمام. وتبقى سعر مرتبط بوقت. طبعا جوده التنفيذ ده موضوع ما فيش فيه خلاف. في الباقه انت حضرتك الشركه بتعمل دراسه، احنا عاملينها بس ما بنحبش نشتغل بيها. طبعا. احنا عاملين دراسه بنقول والله المستوى التشطيب العادي المتر المربع فيه بيساوي كذا، اللوكس بيساوي كذا، السوبر لوكس بيساوي كذا، وفي بعض الناس في السوق يقول لك المستوى الفندقي في التشطيب، وفي يقول لك المستوى الذهبي والفضي والجولد والسيلفر وحاجات كده. كلها في الاخر هو سكوير ميتر وسعر. تمام. انت بتقول انا درست السكوير ميتر ده عشان اعمل له المستوى ده هاخد منك كذا جنيه. طب انا مش عايز اعمله بالمستوى اللي انت بتقوله، انا عايز كذا حاجه داخله في بعض. راحتي، ما هو ده مكان راحتي اصلا. راحتي بالظبط كده. انت اللي هتعمله لي بالظبط كده. آه. يبقى احنا بنميل للمقايسه طبعا والمعاينه على الواقع اكتر من الباقه. انا يعني لو حد عايز يفهم الباقه يسترشد بيها في الاول، انما انا نصيحتي ما ينفذهاش، ما يلجأ لهاش. الجأ للي يجي يعمل لك مقايسه ويحط لك سعر ويحط لك نوعيه خامات هيستخدمها. تمام. ومده، ويقول لك طريقه الفلوس هاخدها منك ازاي، لان دي مهمه جدا. طبعا. لما يقول له هاخد منك الفلوس في الاول كذا، في النص كذا، في الاخر كذا، وساعه ما اسلمك اخد كذا، عشان تبقى ضامن ان هو هيعمل لك حاجتك مظبوط جدا. والخامات تبقى اول باول بتشوف خاماتك، بتنزل مع المهندس تختارها، يبقى عينه. انت كده خرجت من دايره ان حد عايز ينصب عليك مش هيعرف ينصب عليك. انا بص، الباقات في وجهه نظري ان هي ضحك على العميل، ان انا بضحك عليك وبقول لك هجيب لك كل حاجه وسعر، مفيش اصلا عمر متر يتعمل ب 1000 جنيه او حتى ب 2000 جنيه. طب ايه الخامات المستخدمه؟ بالظبط. ايه الماتيريال؟ الكواليتي في الاخر هيبقى ايه؟ لا، انت مجرد حاجه كده احنا اللي هنعملها لك واقعد فيها. هي طريقه هي جذب. طريقه جذب للعميل. للاسف بما ان السوشيال ميديا بهدلت الدنيا كلها. فالناس كلها بيبقوا لسه مهندسين صغيرين وعايز يشتغل كتير قوي قوي قوي. وانا طبعا بنصح المهندسين الصغيرين اللي بيخشوا في مجال التشطيبات دول، ما تفرحش انك تشتغل بكتير قوي قوي، لانك هتخسر كتير قوي. طبعا. اشتغل بالراحه، عمليه في عمليه في عمليه، اديها وقتها، اديها جودتها. العميل اللي نجحت معاه هيجيب لك 10 عملاء تانيين اكيد. وده اللي حصل معايا حقيقي في مجال شغلي وحياتي كلها. العملاء اللي نجحت معاهم في الاول لغايه دلوقتي 30 سنه واكتر، ما زالوا هم والاسر بتاعتهم اصدقائهم كلهم بيشتغلوا معانا. اي حد بيتجوز عايزين باشمهندس محمد هو اللي يشطب وكم، لان المهنه بتاعتكم دي يا باشمهندس سمعه بلا شك. ما دام السمعه كويسه والتسليم والخامات والمصداقيه، عميل بيجيب عميل. اكيد. لكن للاسف بقى المهندسين اللي هم عايزين يشتغلوا كتير عشان يكسبوا اصلا كتير، لكن طبعا الرزق الكتير ده انت هتعمل اي كلام، يلا 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 مش طبعًا هتستمر. طبعًا للاسف. طبعا طبعا للأسف. طبعا. طيب خلينا نتكلم باشمهندس محمد، انا لو عميل جديد وجاي عند حضرتك الشركه. تمام. وسمعت عن شركه المصريين ان هي بتعمل كذا حاجه كويس وكويس، بس انا عايزه اضمن حقي. ايه بقى الاجراءات اللي بتعملوها مع العملاء؟ اول حاجه في البدايه خالص هو اتصل بالتليفون. او جه زارنا. تمام. عندك ايه؟ عندي شقه. في ناس شركات لما يقول له عندي شقه، طب من فضلك اديني الرسم، اديني العقد بتاع الشركه. خلي بالك من المقولتين، اديني رسمه الشقه واديني عقد الشقه، دي من اخطر ما يمكن. لو اداله عقد الشقه، لو طلب منه عقد الشقه بس، هو هيحاسبه على المساحه اللي مكتوبه في عقد الشقه، ودي مش المساحه دايما الفعليه اللي على الطبيعه. لان المساحه الفعليه بيبقى متضاف عليها الخدمات، الشبابيك اللي هي لا الخدمات اللي هي بسطه السلم والمناور والكلام ده. بتمثل 25% من المساحه الفعليه للشقه حاليا. فانا بعمل لك يا سيدي المتر في الشقه، ال 150 متر دي
هعمله لك بقى 2000 جنيه واتفاصل معاه اوصل ل 1500 جنيه. طب ده مش هم مش 150 متر حضرتك. ايوه ما انا فاهم. ودي نقطه ما فيش فيها مصداقيه. انما مهم جدا ان جيت لشركه المصريين، احنا بنطلب منك يا الرسم الحقيقي بتاع الشقه، يا بنبعت معاك مهندس يرفع المقاسات على الواقع الصافي بتاع الشقه من جوه او الفيلا من جوه، وبناء عليه بتقعد معانا قاعده تانية بتقول انا نفسي بيتي ده يبقى فيه الشكل الفلاني، اوضه الاطفال تبقى كذا، الماستر بيدروم تبقى كذا، الدريسنج يبقى كذا، الحمامات تبقى كذا. نصيغ لك بقى المقايسه فيها بنود تفصيليه جدا، لدرجه يعني لو في عربيه هتشيل خامات تجيبها لغايه عندك احنا بنحسبها. وبعدين بنحط البرسنتج بتاعت الشركه بتاعتنا اللي هي بتاعت الاشراف الهندسي والربح طبعا بتاع الشركه، اللي يقول لك انا هشتغل من غير ما اربح ده ما تصدقوش. لا طبعا، ولكن طبعا احنا كنا زمان كان الارباح بتتواصل من 25 ل 35%، دلوقتي اللي بيقدر يوصل ل 15% او 12% ده يبقى راجل صادق جدا. تمام. لان دي لغه العصر دلوقتي، ما تحطش ربح كتير عشان تقدر تشتغل كتير. تمام. باشمهندس انا دلوقتي عايزه اعمل انسق الالوان والديكورات تمام. بتاعتي من غير ما يكون في ديزاين. تمام. ايه الاجراءات اللي من اخطر ما يمكن الحكايه؟ في ناس عندها حس بالالوان وذوق راقي جدا بالالوان، وانا قابلتهم في حياتي العمليه، وفي ناس منهم لغايه دلوقتي انا بحب اتعامل معاهم لان هم بيفيدوني في الالوان. فاهمين. وفي ناس ما يعرفش يحط الوان ايه تشتغل مع بعض، ده يبقى اخطر ما يمكن. طبعا لو جه قال لك ادهن لي مثلا اوضه الصالون باللون ده وما ينفعش لان الفرش بتاعها كده، اوضه النوم ما ينفعش. فلو اصر على رايه يعني بتنصحه، وبعدين لو اصر على رايه خلاص بتعمله رايه، وده بيبقى خطر. احنا عندنا اسس لاختيار الالوان، في الوان دافئه وفي الوان بارده وفي الوان بتعمل شيء من العصبيه في الانسان. اكيد يعني. طبعا. فانت بتعمل بيت غير لما تكون بتعمل ديسكوتيك، غير لما تكون بتعمل نايت كلاب. يعني دي حاجات بيختار فيها الوان معينه. الالوان حتى في الحاجه بيسموها سيكسي كلر، وفي الخطوط بيسموها سيكسي لاين. حاجات بتصير الانسان وتخليه قاعد يعني كده مصار. تمام. انما انت في بيتك عايز الوان هاديه فين؟ عايز الوان مصحصحه فين؟ عايز بيتك لما تخش وتنور النور يبان ان كل حاجه فيه باينه. فاختيار الالوان مهم جدا. لو العميل ما عندوش خبره في اختيار الالوان احنا لازم ننصحه، نقول له الحته دي تعملها باللون الفلاني، دي تعملها باللون الفلاني، وبنديله في كل درجه لون ثلاث اربع اختيارات. تمام. وبعدين بنعمل له عينات كمان لما يجي يشتغل، بنعمل له عينات نقول له ايه رايك تحب اللون ده ولا اللون ده ولا لا، جوه اللون يعني البيج مثلا تقدري تعملي فيه اكتر من 150 لون. في البيج الالوان البنيات مثلا فيها كتير جدا. فتعملي له الحاجات اللي تمشي مع ذوقه وفاتورات صغيره كده يختار منها. وطبقا لاختياره دلوقتي ما شاء الله الكمبيوتر بيطلع لنا الوان هايله جدا. ما بتتسابش لليد يعني خالص، يقعد يدربها بايده كده، لا بتطلع حاجه حلوه، وساعتها انت توصل للون اللي العميل برضه اختاره بس بمعونتك. وتعمله له. انما لو اصر على الوانه هو ده ذوقه بقى خلاص، هو اللي عايز كده. انت نصحته والنصيحه مش جايبه نتيجه. انما احنا بنفضل طبعا ان احنا اللي نختار له الالوان طبقا للديزاين المعمول. تمام. عايزه اعرف اخطر مرحله في مراحل التشطيب والديكور. اخطر مرحله اللي هي مراحل تاسيس الشغل نفسه. يعني مثلا في مصر احنا عندنا حاجه مش لطيفه ابدا، انك بتمشي تلاقي العمارات من بره كلها راشحه ميه. للاسف. ومنشعه. ده طبعا بيبقى سوء صنعه من السباك. يبقى ما اسسش شغل السباكه صح، اللي هي المواسير اللي مدفونه في الحيطان او في الارضيات. دلوقتي ما شاء الله الشركات اللي بتطلع المواسير الجديده كلها بتبعت، لما بتاخد الخامه بتشتريها من الشركه بفاتوره وتطلب منها تبعت لك فريق عمل يعمل اختبارات. بتعمل اختبارات عشان ما تضمن ان ما فيش ماسوره هترشح. تمام. وتديك شهاده. يبقى مرحله السباكه اساس تاسيس السباكه مهمه قوي. تاسيسات مهمه جدا. شغل الكهرباء حضرتك عارفه ان اسلاك الكهرباء وخامات الكهرباء بتتغش. فلما تجيب خامات مظبوطه وتركب وتيجي تعمل تيست على شبكه الكهرباء الداخليه تبقى ضامن لو حصل قفله في مكوى او في خلاط او في اي حاجه، مش لا قدر الله تولع لك في البيت ولا حاجه، هتفصل المفتاح اللي موجود في لوحه التوزيع تقوم امنت لك الشقه. ده مش هيتم الا باختيار الخامة الصح والاختبار بتاع التأسيس بتاع الكهرباء. تمام. طبعا شغل النقاشة. معجن النقاش أو القسطة النقاش كويس، معجن الحيطان كويس، صنفرة كويس، لما يجي يدي الوش الأخير طبعا هتطلع معاه الشغل كويس. يبقى تأسيس كل بند
لو اتعمل صح في الاخر هتحصلي على البيت جودة عالية جدا. طيب خلينا واخدين بالنا من كلام الباشمهندس محمد، وهنعمل مقارنة بسيطة بين الصنايعي المقاول وبين المهندس. بس مهندس دلوقتي محمد بيتكلم بكل مصداقية، فاهم، دارس حتى في شغل الصنايعية، عارف كويس هما بيعملوا ايه. اوعى مقاول او صنايعي يضحك على حضرتك ويقول لك انا ما تجيبش شركه تشطيب وديكور، لشركات التشطيب والديكور بتذبحني، هتذبحك، لا انا هجيب لك ماتيريال وخامات وي 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 باقل الثمن. ده بيضحك عليك. روح لحد يكون فاهم ودارس، مش واخدها شطاره وفهلوه، واخدها سبوبه اطلع باي فلوس منك واجري. لا، خد بالك من فلوسك، اصلا الفلوس دي ممكن تكون شقه عمرك كله ومش طبعا هتعرف اصلا ان انت تعمل او تشطب تاني. فلما تروح، روح لمكان معين، مكان ليه مصداقيه، واوعى يغرك الصور والفيديوهات والريفيوهات اللي موجوده على البيج أبداً. كل ده بتتسرق، وكل ده بتحطي عليها اللوجو بتاع الشركه وكده. لا، انا اروح المقر ذات نفسه وعاين واعرف اعمالهم والتسليمات ويوي، وبعد كده اقول له باشمهندس انا سايب لك الشقه بتاعتي امانه. احنا بنعاني كتير قوي من ناس تيجي تقول لنا احنا اتخمينا، احنا الحقونا، احنا لسه موظبينها، وخصوصا بقى في التشطيبات الداخليه اللي محدش بيعرف يشوفها. طيب في حاجه باشمهندس عايز اعرف حضرتك اتصرفت فيها ازاي. احنا الفتره اللي فاتت اسعار الماتيريال والخامات ارتفعت للضعف، ولما جينا بدانا نسال العملاء بتوعك قالوا لنا شركه المصريين ما رفعتش علينا ولا جنيه. طب يا جماعه ده الخامات والماتيريال ارتفعت، قالوا لنا لا التزموا بكلمتهم. طب عايز اعرف حضرتك خسرت ازاي؟ ده انا ما خسرتش ابدا الحمد لله. طب عملت الموضوع ازاي؟ بص حضرتك، احنا في نظام في المحاسبه الجماعه الامريكان يعني بيشتغلوا بيه من زمان قوي، وكان عاجبني بس ما كانش عارف احققه في مصر، اللي هو الكوست بلس، التكلفه زائد. اوكي. زائد دي بيبقى فيه بعد منها مربع بتحط فيه النسبه بتاعتك مكسبك. انا قعدت احسب ولقيت ان انا عشان اشتغل في الظروف الصعبه دي المربع ده اقعد انزل بالرقم اللي فيه لاقل ما يمكن. تمام. اللي هو يغطي مصاريف شركتي ويغطي مصاريفي، وانا برضو لازم يبقى عندي، انا مهندس عايش يعني. وكان بيتحسب في الخامات نسبه هالك. نسبه هالك دي يعني هندسيا هي بتبقى موجوده ويتقال 5% واحيانا ازيد واحيانا اقل. ولكن نسبه الهالك دلوقتي لما تقولي 5% بقت فلوس 100 جنيه 5 جنيه فيها تفرق. فجينا في نسبه الهالك دي ورجعنا نعمل لها نظام ان احنا نزلنا بيها لغايه 2%. ومش عايز اقول لحضرتك فاحيانا بنوصل لصفر، يعني مفيش هالك خالص. ده بقى من شطاره الناس اللي بتشتغل معايا انه بيحافظ على الحاجه. يعني سي مثلا، هضرب لك مثل بسيط جدا، بيشيل كرتون السيراميك من على العربيه اللي جايباها وبيطلعها الدور الرابع. على ما بيطلع الدور الرابع بيبقى تعب فبيروح رازعها في الارض. شكرا. تيجي تفتح الكرتونه تلاقيها كلها اتكسرت. لا، انا اجيب واحد بيفهم واديله شويه فلوس زياده، عامل غلبان عايز ياكل عيش، تعالى يا ابني اشتغل معانا على طول، يعني كل يوم انت بتشتغل بتاخد اجر. فبيتبسط النهارده على حاجه، النهارده هتشتغل بكره قاعد بس انت معايا هديك اجر. بس لما تشيل حاجه زي دي تشيلها كده وتحطها كده، تشيلها كده وتحطها كده. تمام. وهكذا يبقى الهالك عندي بيقل جدا 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 في كل البنود بقى حضرتك. يعني مثلا في الخامات بتاعت النقاش ما يتبقاش شويه خامات يقوم يرميهم على الارض. تمام. او يرميهم في الرمل. تمام. ما حدش شايف. لا، الراجل اللي بيشتغل معانا في النقاشه راجل منضبط جدا وعارف ان الحاجه دي بقت غاليه خالص، فبيحاول يطلع منها احسن شغل وباقل كميه. تمام. وبالطريقه دي قدرنا الى حد كبير، يعني مش هخبي عليكي طبعا احنا يا دوبك بنجيب مصاريفنا دلوقتي. طبعا من ارتفاع ولكن الخامات. احنا الحمد لله اشتغلنا في سنين كتير وكسبنا لله. وان شاء الله عشمانين شاء الله. خير في ربنا ان احنا هنشتغل برضو بعد الازمه ما تعدي باذن الله. طيب. وهنبقى برضو ان شاء الله كويسين. معانا مداخله استاذه عزه. ايوه، السلام عليكم. ازيك يا حبيبتي، اخبارك؟ الحمد لله. ازيك يا استاذه هند؟ الحمد لله. طبعا احنا النهارده معانا خبره كبيره جدا ومصداقيه اكبر. معانا باشمهندس محمد لطفي، رئيس مجلس اداره شركه المصريين. اكيد سمعت عن الاسم ده قبل كده. ايوه طبعا، منور الشاشه كلها يا باشمهندس. ميرسي، كتر خيرك. عايزين نعرف بقى التجربه معاكي كانت شكلها ايه؟ هل التسليمات كانت في ميعادها؟ كان في حاجه طبعاً. في الخامات وفي الماتيريال؟ لا طبعا، كانت على اجود. يعني بصي، انا عايزه اقول لك ان انا في البدايه كنت زي اي كلاينت بالظبط، كنت عايزه اشيل اي هيزك من عليا.
تمام. وانا بشطب عماره عندي في اويسنا في المنوفيه. العماره عباره عن 10 شقق، فحبيت ان انا اجيب شركه تشيل من عليا الهيزك اللي موجود عليا في تشطيب الشقه. فكنت تمام. حريصه جدا ان انا عايزه شركه يعني تكون على قدر كافي من الخبره، ويكون عندها التزام بالمواعيد، وتكون الاسعار متناسبه معايا. فعملت رول على الفيسبوك والانستجرام، وظهرت لي شركه المصريين الباشمهندس محمد. وبالفعل رحت وقدمت ان انا عايزه اخليهم يشطبوا الشقه عندي، العماره وكده، وبالفعل اتعاقدنا مع بعض يعني. طيب قولي لي بقى، ما حصلش خلال الفتره ديت اي ديفو بين التشطيب والديكور اللي هم كانوا عاملينه؟ هو كان باشمهندس محمد كان متكفل جدا ان هو يطلع لي الشغل على اجود، يعني على اجود حاجه، يعني اللي هو اعظم حاجه. فشالوا من عليا الهيدك خالص. انا كان عندي حاجه معينه كنت عايزه انفذها، وهم عملوها لي بالفعل. تمام. انا ممكن اتفضل. يعني ايوه الاستاذه عزه هي عماره بتاعتهم وعشر شقق جداد وكانوا قافلينهم، وبعدين قرروا يشطبوهم، فكانوا محتارين. خدت بالك؟ هي بتاعت العيله يعني. كل حد في العيله هياخد شقه. خدت بالك؟ وهي تولت الاداره بتاعت المنظومه دي. بالظبط. انا عايز اعمل العشر شقق كل شقه فيها فكره حلوه، في الاخر العيله تبقى مبسوطه، مش هتخش كل شقه تلاقيها زي التانيه. طبعا. فهي وافقت على الفكره دي. والاسره كلها وافقت، قالت ايوه ده احنا نفسنا في كده. ايوه، كل واحد هيبقى مختلف. ايوه طبعا، كل واحد هيبقى شقته مختلفه عن التاني وفيها لمسه وهي كانت برضو حاجه مودرن، كانت حاجه سيمبل بسيطه خالص، بس كانت جميله يعني، كانت محققه الراحه في المكان نفسها، والعين كانت شايفه حاجه كويسه يعني. وبالمناسبه هي مهندسه برضو، مهندسه معماريه. طبعا. فبتظهر معانا في حاجات كتير، بس يعني في الاخر بتاخد الحاجه اللي هي عايزاها. مظبوط. اكيد طبعا. اهلا وسهلا، اشكرك يا باشمهندسه عزه على المداخله الجميله دي. من الحاجات الكويسة اللي بحب أعملها في البرنامج المداخلات التليفونية. أنا كعميل مش هرفع سماعة التليفون وأشكر في الشغل غير لما يكون الشغل 100% أكيد عاجبني. أكيد. لكن أنا لو الشغل مش حلو مهما تقول لي أنا هتصل أخون من الناس، أخون من الناس. لا طبعا. لا طبعا. 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 طيب باشمهندس، عايزة أعرف أكتر مشكلة واجهتك حضرتك قلتها. عايزين نعرف فريق العمل بتاعك. فريق العمل بتاعك ده بمثابة العمود الفقري للشركة. طبعا. الواجهة بتاعت حضرتك. طبعا. اخترته إزاي؟ اخترته مع الوقت. يعني انا بفلتر العماله اللي بتيجي معايا كل وقت. مش علشان صنعته جيده بس، لا. عشان اخلاقه جيده، لان هو بيحتك برضه بصاحب العمل، بصاحب الشأن. انا جاي من شركه المصريين. يعني هو واقف يشتغل وفوجئ ان صاحب الشقه او صاحبه الشقه دخلت تبص على الشغل. فلازم يقابلها كويس، يرد كويس. مفيش حاجه اسمها ما اعرفش، مفيش حاجه اسمها هو كده. الرد، لا الرد الحلو برضو. جدا 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 جدا. يعني احنا كان عندنا عميله سيده فاضله، يعني سيده اعمال، وكنا بنعمل لها الفيلا بتاعتها، وكانت بتيجي تقعد معانا في الفيلا. فبتجيب معاها الكاتل بتاع القهوه وبتعمل النسكافيه بتاعها. تمام. فبقت تعزم على العمال، علمت لي العمال يشربوا نسكافيه. خلاص اتعودوا. بقوا لغايه دلوقتي تقول لا النسكافيه بتاع المدام فلانه يعني. خلاص اتعودوا. فدي من حسن العلاقه بتبقى مع العمال. بنختارهم بقى في الحته دي، مهمه قوي ان تبقى ايده بتعمل الحاجه كويس. وما يخافش يعني يشتغل وما يخافش، عشان يعرف ينتج الحاجه مظبوطه فعلا، وعنده ثقه في نفسه. واخلاقه تبقى جيده. ولما بيستمروا معانا الوقت طويل طبعا بنزودهم في الاجر شويه. أكيد بشويه طبعا. علشان ما يسيبوناش، هو بيبقى مضطر يروح في حته فيها اجر ازيد. فاحنا بنعالج الحته دي كل سنه، بنزود شويه في الاجر. يعني احنا معانا ناس بقى لهم 38 سنه، وناس بقى لهم 30 سنه، وناس بقى لهم 25 سنه. اكيد. طيب انا عايزه بقى نصيحه كده في السريع تنصحها للمشاهدين عشان ما يقعوش فريسه لشركات التشطيب والديكور. اهم حاجه لا اقدر اقولها اللي بيشوفونا، يعني ما تستعجلش. اتصل بشركه واثنين وثلاثه على الاقل. تمام. اللي يقول لك انا حاجة اعمل لك المقايسه والمعاينه واخد منك فلوس، قول له ثانك يو، باي باي، ما تجيش. لان ده بيبقى عايز يروح ياخد قرشين ويجري. اللي يقول لك انا حاجة ازورك، انك ازور المكان واعمل لك مقايسه وابعتها لك تقراها كويس. واحد تاني كمان كده وتقراها كويس، والتالت كمان كده وتقراها كويس. خد اعلى سعر جالك وخد اقل سعر جالك، اتناقش معاه. لو لقيت اللي حاطط سعر عالي عنده اسباب لسعره العالي، وانت مش عايز الاسباب دي، يعني مثلا لما اختار لك حمام سيراميك للحمام بلاطه كبيره مثلا 90 في 30، ودي ثمنها مثلا بيبقى 400 جنيه شراء بس. انا مش عايز كده، انا ممكن بسيط خالص، هات لي حاجه في 30 في 60 بلاطه سعرها معقول. يقول لك طب يبقى دي هننزل السعر كذا، ننزل السعر كذا. وصل سعره
للأقل سعر أو زيه بشوية. في الحالة دي أنت هتقرر بقى مين خبرته في السوق أكتر، مين خدك وراك شغله، مين لما رحت شركته لقيت فيه ستاف ولقيت فيه تعامل ولقيت فيه جودة بالترحيب كمان يعني، بس فيه جودة بالترحيب بتنوم مع النصب يعني انت عارف الناس اللي بتنصب بيبقوا اللسان بتاعهم بينقط عسل يعني تمام. فدي حاجة مهمة جدا، لازم يقارن، لازم يبقى عنده عرض واثنين وثلاثة ويقارن. في الحالة دي هيقدر يوصل بنسبة 80% هو اختار صح. تمام. طبعا خبرة شركة المصريين كبيرة الحمد لله. ومش عايزين 25 دقيقة، احنا عايزين حلقات وفقرات تانية كتيرة، وإن شاء الله هي مش أول حلقة الباشمهندس معانا في حلقات كتير وحكايات شركة المصريين كتيرة. تحت أمرك. أنا بشكرك، بتمنى لك مزيد من النجاح والتفوق. وبكده نكون وصلنا لنهاية فقرتنا، استنونا فقرة جديدة مع أسرار الحياة.